أطلقت وزارة الصحة بمحافظة أسيوط قافلة طبية بقرية المنشأة بمركز البداري بهدف الوصول إلى كافة القرى النائية والمحرومة من الخدمات الطبية. شملت القافلة جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى معامل التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان، وتم الكشف على أكثر من 2000 مواطن خلال يومين، إضافة إلى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات العاجلة إلى المستشفيات المركزية.